بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا قائما متى اللقاء، يا قائما قد عظم البلاء، يا قائما متى اللقاء، يا قائما قد عظم البلاء، يا ناشر العدل متى يزدهر الربيع، فالجور عمى والبلاء في العالم الوسيع، وطالبا كفالك في كربلاء قطيع. اشتقنا نروح علي اشتقنا نروح طلعتي لبدرنا الوديع، جار علينا الزمان وفعله الشنيع، باتت قلوب وصحبنا بحسنها الجزوع، يا كوكبا دانت له السماء دانت له السماء دانت له السماء دانت له السماء دانت له السماء، يا قائما متى اللقاء، يا قائما متى اللقاء، يا قائما قد عظم البلاء، يا قائما متى اللقاء، علي يا قاطعا حبل الردى مستأصلا العناد، انهض فقد عم البلاء مضارب البلاد، يا مرتجى علي يا مرتجى امالنا والشوق والوداد، ومبتغى غاياتنا وقائد الرشاد، عيوننا لدربك مفاتها السهاد، وشوقنا طويلة دروبه مدار، فحي لنا حلما بدا مكبلا مباد، وارحم بطلعة لك حناجرا تناد، يا سيدي منا بدا الولاء 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 منا بدا الولاء، يا قائما متى اللقاء، يا قائما قد عظم البلاء، متى اللقاء، يا قائما قد عظم البلاء. إلى الشاعر الدكتور نافع النايلي، يا من به علي يا من به ركن الهدى أصوله تصان، وعلمه سيزدهي بفيضه الزمان، وسيفه علي وسيفه بحده كل الأذى تهان، وعدله وحكمه تقره الأديان، متى لموعد لنا بك يكون، متى تأمنا وينتهي الحنين، ويعتلي علي ويعتلي كل الدنا للداريات دين، ويغتدي صرح الهدى بسرك مكين، حناجر يجدو بها الدعاء يجدو بها الدعاء يجدو بها الدعاء يجدو بها الدعاء يجدو بها الدعاء، يا قائما متى يا قائما قد عظم البلاء، يا قائما يا قائما قد عظم البلاء، يا قائما عظم البلاء، يا قائما متى اللقاء، يا راية علي يا راية للنور بي بالبشرى متى تقوم، ودولتي للعدل والقصد متى تقام،
ونصفا علي عليا ونصفا مظلومنا في القهر ذا يضاء عيوننا دامعة كلت فلا تنام إلى اللقاء والموعد يوما لك تروح إذا انجفى جوالنا هلاله ظلام وأقدرت سماؤنا سحائب الغيوم وأظلمت شموسنا ويومنا مشؤوم لسقمنا ظهورك الدواء ظهورك الدواء ظهورك الدواء ظهورك الدواء ظهورك الدواء ظهورك الدواء يا قائما متى متى اللقاء عن عظم البلاء يا قائما متى متى اللقاء يا قائما قد عظم البلاء إلى الشاعر الدكتور نافع النايلي نشكو لك نشكو لك حيف بنا وقهرنا الشديد وذلنا وفقرنا وعيشنا الزهيد تسابقت ذئابهم بالمكر والمكيد بصالحين وجامعين شرائط التغليد تكالبت أفعاله بنائب الرشيد يصونه بعلمه ويزهق الإلحاد فأضرموا بناره مثل الهدى العتيد فأصبح بين الملا مشردا قريب جارت بنا ودينكم أعداء ودينكم أعداء ودينكم أعداء ودينكم أعداء ودينكم أعداء يا قائما متى متى اللقاء يا قائما قد عظم البلاء يا قائما